اقتصاديا، كشف محافظ صنعاء حنين قطينة عن تعرض القطاع الزراعي في المحافظة لخسائر كبيرة جراء العدوان السعودي والحصار الجائر، مؤكدا أن التقارير الأولية أظهرت أن خسائر هذا القطاع تجاوزت 100 مليون دولار. وأكد المحافظ قطينة أن الأضرار المباشرة جراء العدوان تمثلت في تدمير المباني الزراعية والحكومية مثل مجمع وعلان في بلاد الروس والمجمع الزراعي في همدان، واقتلاع أشجار العنب في مديرية بني حشيش، وتدمير مزارع الدواجن في سنحان، وردم عشرات الآبار في بني مطر وسنحان وبني حشيش وأرحب وهمدان، وتدمير عشرات المعدات والآلات الزراعية. وفيما يخص الأضرار غير المباشرة، أوضح محافظ صنعاء أن تقارير اللجان أثبتت تضرر عشرات الهكتارات من مزارع العنب وتلفها، كما تضررت مئات الهكتارات من مزارع الخضار مثل البصل والطماطم والبطاط في سنحان وبلاد الروس وبني مطر، والتي تقدر خسائرها بمليارات الريالات. نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بعدم صرف مرتبات صندوق الرعاية الاجتماعية وفروعها. وأوضح المصدر أن البنك يعتمد عملية صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة عند وصول التعزيزات من وزارة المالية، وأشار إلى أن البنك المركزي اعتمد صرف مرتبات الصندوق بدون صرف الحافز نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الأمور التي أدت إلى الاقتصار من صرف المرتبات فقط وتأجيل الحوافز والمكافآت والمزايا الأخرى حتى تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد. يواصل أيضا العدوان السعودي الغاشم استهداف المنشآت السياحية في مختلف المحافظات، في الوقت الذي استهدف فيه العدو السعودي الغاشم 52 منشأة سياحية خلال الفترة الماضية من عدوانه الآثم على شعبنا. واستهدف طيرانه بعدد من الغارات منتجع جارف السياحية الواقع في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء. وقالت المصادر إن طيران العدوان دمر بعدد من الغارات الجوية حمام جارف الطبيعي والمرافق السياحية التابعة له من فنادق واستراحات بشكل كامل.